سلوك الإنسان أخواني مهم. هذا الأثر أن الإنسان يكون شاكراً ماذا يعني؟ عنده نعمة عليه أن يحفظ النعمة، أن لا يبذر، أن لا يسرف. ملأ جيبه من الدنانير لا بد أن يسرف في المأكول والمشروب ويقول الحمد لله، هذا خلاف الحمد. للإنسان البخيل يعرف ويثق بالله تعالى برزقه، ولا الإنسان المسرف أيضا يعتقد برحمة الله تعالى ولا بد أن يحمد الله تعالى. هناك عملية عدم توازن، من أين ناشئة؟ من سوء الفهم. نعم، الجهل أخواني مدمر للإنسان، وتجد الإنسان الآن يجادلك ساعة بجهل لا تفهم منه لا ألف ولا ياء، لا تعرف ماذا يريد. لماذا؟ لأنه خزن معلومة قبل كذا سنة أو قرأها من هنا وهو لا يعرف معناها، ويبقى جاهلا إلى أن يموت وهو يحسب نفسه عالما. فأرجع للمقصد إخواني، منهج الإنسان كيف ينجو. الإمام زين العابدين عليه السلام مصلحته في نجاتنا، هو نجا، نحن كيف ننجو؟ عندما تتكلم، عندما نتكلم، عندما ندعو الله تعالى، لابد نريد أن كيف نعيش وكيف ننجو في ذلك اليوم. وهذه النصيحة قد تكون ثقيلة على بعض الآذان. المشكلة ليست في النصيحة، المشكلة في الأذن.